السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحيم الحويطي، من هو السعودي الذي قتله مشروع نيوم؟ أثار مقتل أحد أبناء قبيلة الحويطات السعودية على يد قوات الأمن في البلاد تفاعلا كبيرا في الأوساط العربية، وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجات تضامنا معه ومع قضيته التي دفع حياته ثمنا لها، وأخرى ضده أثنت على موقف الدولة. واشتهر عبد الرحيم الحويطي بانتقاده لما وصفه بإجراء السلطات لأبناء قبيلته في إطار مشروع اقتصادي كبير تخطط الدولة لتنفيذه في شمال غربي البلاد، وتباينت الآراء حول ما تقدم بها تقوم بها السلطات السعودية، فمنها ما ناشد الحكومة بإعادة النظر في قرار نقلهم من أرضهم، وآخر وصف ما تقوم به الدولة بأنه نوع من التهجير القسري والإرهاب بحق سكان المنطقة الأصليين، وأثنى ثالث على قرار الحكومة ورأى أنه من أجل تطوير البلاد. مقتل عبد الرحيم الحويطي. أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة في السعودية أمس الأربعاء اليوم الخميس اليوم الخميس 16 إبريل 2020 عن مقتل المطلوب عبد الرحيم الحويطي بعد تبادل إطلاق النار بينه وبين رجال الأمن الذين طوقوا منزله في محاولة لإلقاء القبض عليه بسبب رفضه ترك منزله وتسليمه لقوات الأمن، وأدى ذلك في النهاية إلى مقتله وإصابة 2 من رجال الأمن. وكان الحويطي قبل مقتله بأيام قد نشر مقطعا مصورا له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يتحدث فيه عن رفضه للتهجير القسري عن أرضه ومنزله في الخريبة بمنطقة نيوم التابعة لمحافظة تبوك، واصفا ما تقوم به قوات الأمن في السعودية بتنفيذ مخططات الدولة الإرهابية. بالنسبة للفيديو خلينا نشوفه مع بعض. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله. أحب أعرفكم أول بنفسي، عبد الرحيم أحمد محمود الحويطي من أهالي الخرايبة. واللي ما يعرف الخرايبه الان هي يعني في نيوم، ما يسمى المشروع نيوم اللي اطلقه محمد سلمان. نيوم هي تتمثل في الخرايبه، فيها قرى الخرايبه، تشمل قرى الخرايبه وشرمه وقيال والعصيله في كمرحله اولى. الحاصل عندنا الان ان في مراحل، الان بداوا في مراحل اخراج الناس من المنطقه، بداية في عملية مسح للمنازل بهدف إخراج الناس، ترحيلهم من أرضهم، تقدر تسموه تهجير قسري. بطبيعة الحال الناس جميعها غير موافقة ضد الترحيل، لكن الأسلوب اللي اتخذته الدولة يعني للأسف يعني إرهاب دولة، نقدر نسميه إرهاب دولة. أخذتهم كل من قال أنا ضد الترحيل، ما أبغى رحل، أبغى ديرتي، ما أبغى فلوس تعويض، ما أبغى أي شيء، أنا أبغى ديرتي فقط، أبغى أسكن فيها. والمساحة كبيرة يعني تتجاوز 100 كيلو على امتداد الساحل النيوم فقط، يعني هذه 100 كيلو إلى تبوك حوالي 150 كيلو عرض، طولها 150 كيلو عرضها 100 كيلو تقريباً. مساحة شاسعة غير مأهولة أغلبها، لكن هم يرغبوا الآن بالمواقع المسكونة المأهولة، يبغوا يزيلوا الناس ويخرجوا الناس من خارج المنطقة بالكامل، واستقطاب أشخاص آخرين من الخارج من أي ملة كانت، سواء مسيحيين، نصارى، يهود، ما أدري المسلمين مرغوب فيهم ولا لا، لكن المسألة استقطابهم وإسكانهم يعني تكلموا رسميا. ونشر وكالة الأنباء السعودية الرسمية بعد ما شفنا الفيديو دلوقتي واس تصريح المتحدث باسم أمن الدولة الذي قال فيه في صباح يوم الاثنين وأثناء قيام الجهات المختصة بمهام القبض على أحد المطلوبين، ويدعى عبد الرحيم ابن أحمد محمود أبو طقيقة الحويطي سعودي الجنسية بمنزله في منطقة تبوك بادر بإطلاق النار على رجال الأمن، وكان متحصنا في أعلى المبنى خلف سواتر رملية. وأضاف
ستتعامل الجهات المختصة بكل حزم مع من يحاول الإخلال بأمن الدولة. واستنكر الشيخ عون عبد الله أو عون عبد الله أبو طقيقة شيخ قبائل الحويطات ما قام به عبد الرحيم الحويطي قائلا إن ذلك تصرف فردي ولا يمثل قبيلة الحويطات، وأنهم سعداء بهذا المشروع في منطقتهم. من هو ولماذا تريد الدولة منزله؟ في يناير كانون الثاني الماضي علم أبناء قبيلة الحويطات في شمال غربي السعودية والقبيلة أفرع في مصر والأردن وفلسطين أنهم على مرمى حجر من تهجيرهم من ديارهم في نيوم، لأن الحكومة قررت بناء مدينة نيوم السياحية، ويتطلب هذا من السكان الأصليين في المنطقة التي يشملها المشروع تسليم ديارهم وأراضيهم إلى الدولة مقابل تعويضات سخية. إلا أن عددا من أبناء المنطقة رفضوا تسليم ديارهم لتمسكهم وارتباطهم بجذورهم التاريخية، وبحسب ناشطين لم يكن أمام السكان سوى تسليم منازلهم وتركهم لديارهم، سواء كان ذلك بالتراضي أو بالقوة كما حدث مع عبد الرحيم الحويطي. وعبد الرحيم الحويطي الذي يبلغ من العمر 47 عاما مواطن سعودي الجنسية من مواليد قرية الخريبة التي تقع جغرافيا في المنطقة التي سيقام فيها مشروع نيوم شمال غربي السعودية، وأصبح اسمه من أكثر الأسماء تداولا في محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي بعد نشره لمقطع فيديو على تويتر عن رفضه لترك داره وأرضه التاريخية. ووصف الحكومة السعودية بدولة الإرهاب لإجباره بقوة السلاح على تسليم منزله لقوات الأمن استكمالا لمتطلبات مشروع نيوم، لكنه تمسك حتى اللحظة الأخيرة بموقفه ولم يخرج من منزله إلى أن أطلقت قوات الأمن الرصاص عليه وأردته قتيلا في 14 من الشهر الحالي فيما وصفته الرياض بحملة مداهمة. ما هو مشروع نيوم؟ أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أكتوبر تشرين الأول 2017 عن مشروع لإنشاء منطقة استثمارية تجارية وصناعية على الساحل الشمالي الغربي من البحر الأحمر يحمل اسم نيوم. ويأتي المشروع في إطار استراتيجية وضعها محمد بن سلمان بهدف تحقيق انفتاح اقتصادي وللحد من الاعتماد على عوائد النفط ولتخفيف القيود الاجتماعية الصارمة. وتبلغ كلفة المشروع 500 مليار دولار، ويقع على البحر الأحمر وخليج العقبة بمساحة إجمالية تصل إلى 26500 كيلومتر مربع. ويمتد المشروع من شمال غربي السعودية ويشتمل على أراضي داخل الحدود المصرية والأردنية، وسيتم دعمه من صندوق الاستثمارات العامة بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين. وأنشأت السعودية ومصر صندوقا مشتركا بقيمة 10 مليارات دولار لتطوير أراضي على مساحة تزيد على 1000 كيلومتر مربع في جنوب سيناء ضمن مشروع نيوم. وسيعتمد المشروع على مصادر الطاقة المتجددة فقط، وستنشئ المملكة 7 مواقع بحرية ومشروعات سياحية في نيوم لجذب السياح، بالإضافة إلى 50 منتجعا و4 مدن صغيرة في مشروع سياحي منفصل بالبحر الأحمر، في حين ستركز مصر على تطوير منتجعي شرم الشيخ والغردقة. كما سيركز مشروع نيوم على 9 قطاعات استثمارية متخصصة. ويعد هذا المشروع منطقة استثمار خاصة مستثناة من أنظمة وقوانين الدولة الاعتيادية كالضرائب والجمارك وقوانين العمل والقيود القانونية أخرى على الأعمال التجارية ما عدا الأنظمة السيادية، مما سيتيح للمنطقة القدرة على تصنيع منتجات وتوفير خدمات بأسعار منافسة عالميا. قرأ عليكم هذا الخبر محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة نقلا عن موقع بي بي سي عربي. نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.